بالتأكيد لما نتحدث عن استراتيجية مكافحة الإرهاب الحديث يطول، ومن أبلغ من يحدثنا في هذا الشأن سعادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية نصر. أهلا بحضرتك سيد اللواء. أهلا، مساء الخير. مساء الخير. طبعا يعني المتابع للعمليات الإرهابية الأخيرة والقارئ للمشهد الأمني بيشوف طبعا في جولات ناجحة تحققت في الفترة الأخيرة، وفي ربما تغير أو تطور نوعي في يعني مواصفات العمليات الأخيرة اللي بتقوم بها التنظيمات الإرهابية، وكل ده بيشدد على جزئية مهمة جدا إن يكون في تطوير في استراتيجية مكافحة الإرهاب مع كل التقدير والتقييم لما بذل حتى هذه المرحلة. رأي حضرتك؟ طيب أنا بس في عايز تعريفين أقف عندهم، نحسن دول تعريفين فضفاضين والناس بتتخض منهم. فضل. كلمة استراتيجية وكلمة عمليات نوعية أو تغيرات نوعية. استراتيجية يعني كيفية مجابهة، أسلوب مجابهة الإرهاب، كيفية دي كلمة استراتيجية، تمام؟ كلمة نوعية دي عايز أقول إن الإرهاب في سيناء من يوم ما شفناه ثلاث أساليب ما لهمش رابع، إن هو بيهاجم بإرهابيين بالسلاح، بيستخدم عبوات نسفة أو ألغام بيفجرها عن بعد بالريموت أو بالعربيات اللي هي المفخخة، يعني استخدام المتفجرات أو قناصة من بعيد في المدن لما بيصطاد الناس أو بيستهدف بعض الأهداف السهلة اللي داخل المدينة. التلاتة دول لم يتغيروا، إنما إيه اللي حصل؟ إن أولا نتيجة الخسائر والضربات القاسمة اللي خدها ما عادش عنده حد مقاتلين ان هو ارهابيين يقدر زي ما كان بيحارب سنة 2015 في اليوم اللي هاجم فيه واتقتل له اكتر من 250-300 واحد، دول خلاص بعديها لان هم ما فيش تجديد ليه. هاي المجموعة اللي كانت موجودة من ايام الاخوان اللي جابوها من الخارج واللي اطلقوها من السجون وقدروا يغرروا ببعض ابناء سيناء، فدول عمالين كل يوم بيتصفوا بينزل فيهم خسائر بيقلوا، فما عادش عنده دلوقتي الارهابيين اللي يقاتل بيهم، فيدوب ان هو بيستخدم المتفجرات والعربيات المفخخه. ده ايه التغير؟ ان نتيجه مش انه بيغير نوعي، ان هو بيطور اعمال قتاله وانه عنده اساليب جديده، لا، نتيجه ان في اسلحه من اسلحته خلاص ما عاد يعني ما عادش عنده مقاتلين يهاجم بيهم، وعارف ان المقاتلين جرب بتبقى خسائره فيها فادحه، فما عادش غير انه هو يحط المتفجرات ويفجرها بجهاز موبايل او عن بعد بريموت، مش اكتر. حتى عمليه استهداف بقناصه ديت ما عادش ايه بيجرؤ انه يعملها، لان على طول بيستهدف ويتعرف القناص ده جه منين فبيستهدفوه ويجيبوه. طيب فكره العمليات الانتحاريه حضرتك ما بتشوفش ان هي بتنطوي على خطوره على الاقل من منطلق مسح عقول بعض الشباب وتجنيدهم؟ أيوة. في هذه الأعمال اللي بيوهموهم إن هي يعني من أجل الله والوطن. شوفي هو عندنا في عاملين اتنين هم اللي بيتم تجنيد الإرهابي عليهم، حاجتين اتنين، الفقر والجهل. الفقر في ناس بتروح بالفلوس بيتاخدوا بيؤجروا على أو بيستأجروا أو بيدفع ليهم وبينفذوا هذه العمليات مقابل أجر مادي. في التانيين بقى اللي هم الانتحاريين دول بقى اللي هو بيتم تضليلهم، وللأسف دول بيبقوا دايما من الشباب اللي تحت العشرين، المندفع السائر اللي أي حد بيلعب في دماغه بيعمل له غسيل مخ، ده أنت بس هتدوس على الزر ده تلاقي نفسك في الجنة والحور العين حواليك مستنينا، بيصدق. وبعدين ليهم أسلوب، يعني مش أي واحد يجيبه تعالى خد أنت انتحاري اطلع اعمل العملية دي، ده لهم اسلوب بيربوه عليه، يعني ممكن ده يقعد بالشهور ويبقى في نقاط ضعف عندهم بالشهور نايم في من مقبره وما ياكلش اي حاجه تدي له كالوريز، بحيث يبقى فقط يبقى هو خلاص خلاص يعني ان هو بيكره الدنيا سنه في سنه لحد ما يبقى خلاص ايه منتظر اللي يطلعك منه، خلاص ده كله انك تدوس على الزر ده هتلاقي نفسك في الجنه. ده الطريقه وهم نفس. وبعدين عشان نبقى عارفين دول مش اللي هم الكام ارهابي اللي بنشوفهم عاملين زي انسان الغابه الاول ده، لا، ده في ناس اجهزه مخابرات على اعلى مستوى وعندهم ناس علماء نفس وعلماء اجتماع وبيعرفوا ازاي يختاروا الهدف بتاعهم او الفريسه دي اللي هو الارهابي او الطفل او الولد الشاب الصغير اللي بيغرروا بيه ده ويحولوه لارهابي
ويغسلوا مخه، يعني لما يوصلوا صبي في مثلا تحت العشرين في 15 16 سنه فان تعمل كذا تبقى كافر، تعمل كذا تبقى كافر، تعمل كذا تبقى كافر. قال يقول لك الله ده كده ابويا يبقى كافر، يقول له ايوه ابوك كافر. طب افهمه بقى اهديه؟ لا ما عادش ينفع تهديه. طب اعمل معاه ايه؟ يقول لك خلصه من الدنيا ديت الغروره دي، اقتله عشان يبقى رفيقك في الجنه. ادي بيوصلوا الاولاد الصغيرين بكده. الابن يقتل ابوه يقتل اخوه وهو متخيل انه في سبيل الله. يعني شفت بقى الجهل وصل لحد فين؟ فده الارهاب اللي بيتم. حل المشكله دي، حل السيطره على عقول الشباب، ما افتكرش ان هي وسيله واحده، يعني في اكتر من حل. يعني المواجهه الفكريه مطروحه بقوه، وان هي تسير يعني بالتوازي مع المواجهه الامنيه، وقطع طريق من خلال يعني الثغرات او الاجزاء الضعيفه اللي بيستغلها القائمين على الارهاب. احنا قلنا السبب ايه؟ العوز الاقتصادي. حاجتين، فقر وجهل. الفقر يبقى عايزين تنميه، عايزين اقتصاد، عايزين رفع مستوى المعيشه، تمام؟ ثقافه، تعليم، كده يعني هم دول المنفذين هسدهم. طيب سد المنفذين دول او الزراعتين دول ما بيجيش في يوم وليله. يعني لازم ايه؟ في عمليه بناء، بناء المجتمع بقى، عمليه تنميه. بس في حاجه مهمه جدا لازم نفهمها لحسن، في ناس بتخلط الاوراق ازاي؟ يعني اهالي سينا دول يعني كانوا قبل كده افقر من هذا مئات المرات، وما فيش واحد فيهم باع نفسه ابدا. يعني ايام الاحتلال بتاع الاسرائيل لسينا كانوا ما كانوش لاقيين اللقطه زي ما بيقولوا، ورغم هذا ما فيش واحد لا باع نفسه ولا اتغرر بيه. ان دلوقتي الحمد لله لا، ما هماش فقراء للدرجه دي، لا ده في تنميه كبيره جدا في سينا. وانا شرحت الكلام ده مئات المرات، ان شمال سينا اللي الحته اللي فيها الارهاب دي، دي فيها حوالي ربع مليون فدان ارض زراعيه، حدائق زيتون ورمان وتين وتفاح وخوخ السيناوي وحاجات كتير. طيب يعني طب هل حضرتك بتشوف ان الخصوصيه في سينا ووجود الاهالي في المحيط ده ما بيخليش ايدي قوات الامن الى حد ما مغلوله بلا شك ان المواجهه تكون بالشراسه التي يجب ان تكون عليها؟ ما هو عمل ايه؟ نتيجه ايه؟ يعني هم دلوقتي خلي بال حضرتك عشان ما فاهمين اللي بيحصل في سينا هناك مش نتيجه الفقر ولا الجهل، انما في جهاز مخابرات قوي او اكتر من جهاز مخابرات، وبتحقق هدف سياسي قدرت تحشد له هؤلاء الارهابيين اللي هم هينفذوا لها مهمتها. زي ما قلنا جبنا ارهابيين بتوع القاعده واللي جم من بره دول اللي كانوا بيسموهم مجاهدين الافغان والمجاهدين الاسلاميين والكلام ده، جابهم مرسي في الفتره السنه اللي عدت، وطلع اللي كانوا في السجون وقدروا يجيبوا الناس دول، فحشدوا من لديه الايه؟ الرغبه انه ينفذ هذه العمليات، وقدروا يجندوا بعض الشباب الصغير. بس احنا دايما بناكد ان الامن دوما بالمرصاد لهؤلاء. وكنت عايزه اخد كمان من خلال استثمار لتواجد حضرتك معانا، جبل الحلال كنموذج لمنطقه بينظر ليها ان هي معقل للارهاب واحكم الجيش السيطره عليها. اسمح لي نرجئ الاجابه لبعد متابعه موجز اخبار الساعه بصحبه الزميل عمرو عبد المجيد. رجعنا لحضراتكم من جديد، والمنطلق اللي هنتكلم من خلاله جبل الحلال بوصفها نموذج ناجح في المواجهة الأمنية والتعاطي الصحيح مع الإرهاب في سيناء. والحديث بيتواصل بالتأكيد مع سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر. اتفضل يا سيادة اللواء. شوف حضرتك، يعني اللي بيحصل في سيناء دلوقتي لازم نقراه صح. يعني الإرهاب في سيناء ليه هدف قصير المدى وهدف بعيد المدى، بالذات من عملية اللي هي ترهيب إخواننا المسيحيين تحديدا يعني والضغط عليهم عشان يسيبوا سينا. إيه هو؟ نشوف أولا يعني شرحناها كتير أن هناك مستفيد من هذا الإرهاب. هل هناك عاقل يشك في أن المستفيد رقم واحد مما يحدث في سينا هو إسرائيل؟ إسرائيل هي المستفيد رقم واحد، وأعلنت عن رغبتها في أن تحل القضية الفلسطينية على حساب سيناء. يعني الأرض اللي خدتها هي
استقطعتها من الضفة الغربية من أراضي الفلسطينيين عايزة تعوضها ليهم بأرض من سيناء. ودي خطة تبادل الأراضي اللي كانوا عملوها من أيام مبارك وعرضوها عليه واترفضت، وعندهم مستشار الأمن القومي كان اسمه جورا أيلاند عمل هذه الخطة واتعرضت ورفضناها تماما. ويمكن ده السبب اللي المخابرات الأمريكية عرضت على الإخوان قبل ما يجوا، نحن عايزين منكم واحد اتنين تلاتة منهم خطة تبادل الأراضي دي، وافقوهم وجوم الإخوان وبدأوا في عملية فعلا اللي هو التبادل الأراضي. الفكرة بحيث أن الفلسطينيين ياخدوا أرض بدل اللي خدتها إسرائيل من الضفة الغربية، ياخدوا أرض في سيناء ويضمها لقطاع غزة وتبقى دي غزة الكبرى وخلاص، ما فيش حاجة اسمها دولة فلسطينية، هي غزة وسيناء دي تتحول ولاية إسلامية. والقصة دي كانت ما يعني إيه دل الإخوان جايين حكم مصر بناء على الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل وحماس. تمام؟ لما قامت 30 يونيو زي ما بقول دايما أمريكا اكتشفت أنها اشترت الطرماي، اضحك عليه، فقامت قيامتها من الأول ضد مصر وضد الثورة وكل الكلام ده كله. بس الغريب يا فندم أن بعد ما الأقنعة انكشفت وتعرف خلاص أن الحيل دي لن تنطلي على مصر والقيادة المصرية والمصريين، ابتدى النبرة دي بنسمعها تاني. ما هو احنا ما انا بقول لحضرتك ان ايه يعني هو قدامهم هدف، انا عايز اروح من هنا لقيت الطريق ده ما مسدود، هلف من هنا لقيته مسدود هلف من، يعني طالما الهدف قدامهم وهدف يستحق لن يكفوا عنه الا لما ايه يجدوا كل السبل مسدودة. فاللي احنا بنقوله بقى دلوقتي يبقى كان الاتفاق ان هنلم لكم كل الارهابيين او ما خلاص دلوقتي مش اسمهم ارهابيين اللي هم المجاهدين الاسلاميين اتحطوا في سيناء، ويبقى ولايه سيناء الاسلاميه ضمن دوله الخلافه بتاع الاخوان الخلافه الاسلاميه. تمام؟ والمهم الخطه دي لما فشلت ايه اللي حصل؟ وضربنا الارهاب وشفنا احنا زي ما قلنا الاخ اللي كان اسمه محمد البلتاجي لما من رابعه بيقول اللي في سيناء ده كله ممكن يقف في نفس اللحظه اللي يخرج فيها مرسي من السجن. يعني اذا انت اللي بتدور الكلام ده كله كاخوان ده شغلتك. طب ده لمصلحه مين انك عايز تحل سيناء او تحل قضيه فلسطينيه على حساب سيناء، ولمصلحه مين ان انت عايز تعمل سيناء ولايه اسلاميه؟ ليه ولايه اسلاميه؟ لو اعترف في كمجتمع دولي بسيناء ولايه اسلاميه انت اعترفت اهو ان في حاجه اسمها دوله اسلاميه اهي ما فيهاش غير المسلمين، يبقى اسرائيل هي دي اللي عايزاها، بناء عليه هتعلن انها دوله يهوديه، وإذا ما نالت اعتراف المجتمع الدولي هتروح طرد كل من هو غير مسلم غير يهودي من على أرضها. يعني هي عندها في إسرائيل اللي هي غير الضفة والقطاع عندها حوالي 2 مليون مسلم ومسيحي، هتروح طردهم علينا بقى؟ ما هو بقى الدولة يهودية، اطرد دول وديهم مصر وديهم لبنان الأردن سوريا وهكذا. طيب العملية دي ما قدروش ينفذوها أيام الإخوان، فبدأ ايه ينفذوها حتة حتة دلوقتي ازاي. يعني نشرح بقى الاول الفكرة دي وازاي العملية بيعملها ضد المسيحيين دلوقتي. لما جم الاول الارهاب، انا عندي الشريحة اللي هم كانوا متفقين انهم هيبدلوها وتضموها على غزة اللي هي 1500 كيلو اللي هي من رفح لحد العريش، هي دي اللي فيها الارهاب على طول دلوقتي من يوم الاخوان ما اتشالوا لحد دلوقتي هي اللي فيها الارهاب. فقدرنا الحمد لله بفضل الله تعالى نقضي على الارهاب بشكل كبير جدا في رفح وفي الشيخ زويد. الامر اللي نتيجه الخسائر الكبيره ان هم كانوا الارهابيين دايما بيلجأوا للكتله السكانيه عشان بيتخذوا من السكان دروع بشريه، فالقوات المسلحه او الشرطه مش قادره تتعامل معاهم بريحيه والا هتصيب ابرياء. فده بيحد من استخدامهم لكل الاسلحه لحتى لمهاجمه الارهابيين، انما واحده واحده قدروا يخلصوا عليهم في رفح وفي الشيخ زويد. وعلى فكره دول اجبروا اقول لك ايه مئات الاسر من البدو من المسلمين ان هم يسيبوا بلادهم يسيبوا يروحوا يقعدوا في سيناء في اماكن ثانيه بعيده عن المنطقه دي. ده الكلام ده من سنه وسنتين فاتوا. لما اتطهرت بدات الناس دي ترجع، فهم من الضربات الشديده دي راحوا نازلين على جبل الحلال. جبل الحلال من الجبال الكبيرة يعني مساحته حوالي 100 كيلو متر مربع، تمام؟ ارتفاعه حوالي 930 متر،
وطوله حوالي 50، هو ده جنوب العريش حوالي 60 70 كيلو. وفي في الشتاء بيبقى في احواض ميه كتير، في زراعات حواليه، في جنبه في سد اسمه سد رافعه، جنبه بحيره صناعيه. يعني المنطقه ممكن ايه التعايش فيها، مدينه كبيره، ويخططوا بقى لعملياتهم الارهابيه، يدربوا يعملوا عبوات. الكلام اللي انا دايما كنت بردده بقول دول لو سابوا الكتله السكنيه ونزلوا في الظهيره الصحراويه او الجبلي دي بدايه النهايه. ليه؟ القوات الجيش بتستخدم كل اسلحتها وتكتيكاتها بمنتهى البراعه والتريحيه. ما عنديش مشكله ان انا خايف على السكان، ما فيش سكان هنا، فبقدر احاصر الجبل، بقدر اهاجمه بكل اسلحتي، مش هيبقى في تحفظات انسانيه بقى في التعامل، ولذلك خلصت تدكهم. لا يعني انا كنت بقول الكلام ده من سنتين ثلاثه، اللي عايز يقضي الويك اند في جبل الحلال يجي يروح يقضي هناك. النهارده بعد ما خلص انا بقول الكلام ده، اللي عايز يطلع بكره جبل الحلال نطلع سوا، ما عادش فيه ارهابيين، اتطهر دي حقيقه. طيب لما اتضغط عليهم في جبل الحلال عملوا ايه؟ ابتدوا راحوا على بعض الاسر اللي منهم اخواننا المسيحيين في العريش، ضربوا قتلوا سبعه. الناس خاف وبداوا يهددوهم. طب بيهددوهم ليه؟ عايزين يرحلوا العريشي او المسيحيين من سينا، ويقول لك بقى ده احنا ولايه اسلاميه. طيب لما تعلن لي ان دي ولايه اسلاميه وانت مشيت المسيحيين في منها، طب ما هي ده اللي اسرائيل عايزاه، وهي العماله بتزن عليه ان تعلن انها دوله يهوديه. واذا ما اعلنت او اعترف بها الفلسطينيين انها، وهو ده الشرط اللي نتنياهو بيشرطه ان عشان يبدا يتفاوض مع الفلسطينيين ان يعترفوا بيهوديه الدوله، لو اعترفوا بيهوديه الدوله هيطرد ال 2 مليون مسلم مسيحي ومسلم اللي على ارض اسرائيل. اقول لك مش انت، مش معنى انت مش انت عامل ولايه اسلاميه، طب خد المسلمين دول عندك، خد المليون و700 الف دول عندك، هيروح طردهم عندنا بقى، مش بقت ولايه اسلاميه. فده هدف بعيد بيعملوه. يعني الهدف رقم واحد ان هو ايه نتيجه الضربات اللي خدها في 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 جبل الحلال وفي رفح والشيخ زويد، انه حاجه قدام الناس بره ان لا ده احنا اقوياء، هم بيعتبروا نفسهم بايه؟ اللي هم اصلا بنصار بيت المقدس، الارهابيين دول سموا نفسهم ولايه سيناء التابعه لدوله الاسلام اللي هي داعش. خلاص؟ فكده ايه لما ارهب بعض الاسر والناس بدات ترحل، ده بيعتبر ده ايه؟ ان هو انتصر وحقق نصره قدام الناس اللي بيدفعوا له بيزودوا الفاتوره عشان خاطر نتيجه ان هو عمل قلق في المنطقه. تمام؟ وحس انه ايه؟ انه رد على الضربات اللي خدها في رفح والشيخ زويد وفي جبل حلال. ده الهدف المرحلي. بس الغريب انما الهدف الابعد هذه الارض الاسرائيل في اعلانها دوله يهوديه ان تطرد كل اللي هم المسلمين دول على سيناء. طيب ده موقف اسرائيل، ودايما بيكون في معروف ان لما بتحصل اي مشكله بنبقى يعني ايه نستشرف يعني، او بنبقى على طول حاسين ان الاصابع الاسرائيليه هي التي تقف وراء هذه المؤامرات. لكن الغريب واللافت ان لحد اللحظه دي ما نقدرش نقول ان في تكاتف دولي حقيقي في مواجهه الارهاب، علما بان هم في الفتره الاخيره وحوادث كثيره جدا اكتووا بنيران الارهاب اللي ممكن يكونوا بشكل او باخر يعني كان صنيعه غربيه من الاساس، يعني التنظيمات الارهابيه داعش والقاعده وغيرها. ومصر هي اللي تصدرت مشهد المواجهة والحرب مع الإرهاب، علما بأن باعتراف كثير من دول الغرب أن صعب جدا أن دولة بمفردها هي التي تقف في مواجهة الإرهاب. والحمد لله أن كمان حتى المحن اللي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة هي أخف السيناريوهات العربية والشرق أوسطية حدة، يعني من خلال ما يثار من قلاقل حولنا. طيب. هنا وهناك. يعني احنا عندنا الحق ما شاهد به الأعداء. يعني لما تيجي هيلاري كلينتون نفسها وتعترف أن أمريكا هي من صنعت تنظيم القاعدة، ويجي دونالد ترامب يعترف ويقول أن أوباما هو من صنع داعش، مفيش بعد كده. طيب هم عملوا داعش أو عملوا قبلها القاعدة ليه؟ دي هو الآلية أو الأداة اللي خلقوها أو اللي صنعوها لتنفيذ استراتيجيتهم في ايه؟ في تفتيت الوطن العربي. مش عايزين دولة في الوطن العربي تبقى أقوى من إسرائيل. يعني عايزين، طيب عشان يفتتوها يبقى بالإسنيات بالإرهاب هيقوم فيها أعمال إرهابية، حروب أهلية داخل البلاد زي اللي في سوريا، زي اللي في العراق، زي اللي في ليبيا، زي اللي في اليمن، يفتت الدول دي. طيب أفتتهم إزاي؟ يبقى بالإرهاب اللي هيفجر الدول من تحت، ونخترع حاجة اسمها ثورات ونسميها ربيع عربي
ووصلوا البلاد لحاله الغليان اللي هو الانفجار بتاعه ان ده انفجار ثوره في حاله ايه تستحق الثوره. طيب ماشي، الثوره يبقى تغيير للاحسن، انما لو يبقى التغيير للأسوأ يبقى لا، ده فعل فاعل والمراد منه ممكن يديني حاجه ايه لخداعي ان تشوف ازاي وتغيير ديمقراطي و عشان تبقى ثوره، انما من داخل بقى من تحت الخير ده كله يبتدي الشر كله بيزحف بتفجير البلد. طيب من الداخل ايه السر في ان داعش هي العنوان الابرز للارهاب؟ ما هي هم جابوها من صنعها امريكا، بس اصبحت داعش او اصبح الارهاب فكره تطير من عبر الاسير من دوله لدوله. يعني هم كانوا متخيلين هتبقى ايه، هتبقى يا دوب على قد سوريا والعراق وتستمر في الوطن العربي وخلاص. لقاها طارت لامريكا وطارت لفين؟ لاوروبا. ولذلك جه ترامب النهارده قال لك لا، انا هلغي استراتيجيه استخدام الارهاب ده وهجيب الانظمه اللي هتعامل معاها. يعني انت رئيس دوله تحافظ على كذا وكذا وكذا، غير كده هتعامل معاك. انما قال خلاص انا استمر مع الانظمه، مش هنضرب انظمه تاني وهنحارب الارهاب. فبداوا يحاربوا الارهاب بعد ما انتهوا بنار. احنا في مصر مش عايزين حد يحارب لنا الارهاب، انما احنا عايزين حاجتين اتنين. رقم واحد، من يمول الارهاب يوقف هذا التمويل؟ هي لو في معلومات يدوها لنا بقى، مين اللي على ارضنا وجاي منين ورايح فين؟ احنا قادرين بفضل الله ان احنا نقضي عليه. لولا منابع التمويل لما كتب لهذا الارهاب الصمود، حتى وان كان يعني ضعف بشكل كبير جدا حتى هذا التوقيت. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو. سياده اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق والمستشار باكاديميه ناصر، شكرا جزيلا لحضرتك سياده اللواء. نتوقف مع قانون المرور الجديد، ومتى يمكن القول ان الانضباط عاد إلى الشارع المصري من جديد؟ ما المفردات التي يجب أن تحكم تعاملنا كمواطنين وكقائمين على إدارة المرور في مصر حتى نستحق هذا التوصيف، الدولة المنضبطة والشعب المنضبط مروريا؟ معكم بعد الفاصل.